جوسي هوك على الإرسال. ضربة قلنا نتيجته هو مع الإرسال أولا. وادي ضربة أمامية جامدة. وادي تانية خفيفة. تالتة جامدة جامدة جدا. الشوط الأول لريو سونج مين. ويهزه كده ثقته وقدراته اللي بادي بيها ومسيطر على العنيد جوسي هوك. جميلة جميلة. كل الحظوظ متوفرة لجوسي هوك اللي صاحب التصنيف الأعلى السادس عالميا. الضربة شوف الضرب. رجعوا للطبيعة بقى المهاجم مهاجم والمدافع مدافع. يعني بنت في منتهى الجمال. مفيش أجمل من كده. أنا فضلت أسيب حد من دولة واحدة لكن قلنا يبقى الطموح الفردي. الله على الجمال. ضرب واحد مدافع جوسي هوك. ضربها تاني. يا سلام. يعني على الأقل بيقول أنا ما يتعملش فيا كده. لكن هو بيتعمل. دروب شوت جميل جدا. لا ليها علاقة بالسي في ولا التاريخ ولا الرانكينج ولا التصنيف. أدي الهجوم. يا سلام. ريو سونج مين 5-6 من الإرسال بهذا وعلى طول 5. تاني ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن يا 6-8 للمدافع بيو سونج مين. المهاجم 9-8. دروب شوت لخلخلة الاتزان ويرجعه تاني للهجوم. بينجح. مرة تانية. واحدة جميلة. دفاع أقل كتير من المستوى. الله واحدة بعيد. بدأ هو يحاول الدخول في أجواء المباراة. دروب شوت جميل من ريو سونج مين بينجح. هجوم ودفاع من جوسي هوك. خلاص اللي بيرمي الفوطه رمى الفوطه من البونت ده. خلاص حس ان ريو سونج مين اقرب. خلاص وصل بالفعل ريو سونج مين الى المباراه النهائيه على